غزات تصل. وكلنا مقاومة، وكلنا مقاومة ولاسترجاع الكرامة. والشهيد خلى وصية، والشهيد خلى وصية، لا تنازل عن القضية، لا تنازل عن القضية، لا تراجع إلى استسلام. تحية لكم أيها المواطنون الأحرار الشرفاء على استمراركم في الحضور من أجل دعم إخواننا في فلسطين. تحية للمقاومة، الرحمة على الشهداء. أيها الإخوة والأخوات، أمريكا مثيرة للحروب. أمريكا هي التي تقود اليوم هذه الحرب، والكيان الصهيوني بحكم تبعيته ينفذ هذه الجريمة. حينما أرادت أمريكا أن توقف الحرب لأربعة أيام أوقفتها. يجب أن لا ننسى هذا الأمر. الوعي بما يجري في منطقتنا هو أول خطوة نحو الانتصار. أمريكا الآن أمام ثلاث أمور أو تحديات. التحدي الأول تحدي جيوستراتيجي. أمريكا عادت والغرب بقوة إلى المنطقة نظرا لأن هنالك نظام عالمي يتشكل، وهي تحارب هذا النظام وتريد أن تبقى مهيمنة على نظامها الوحيد القطبية، خصوصا بعدما فشل الهجوم المضاد في أوكرانيا. أمريكا اليوم عادت إلى المشرق لأن الطغمة الحاكمة والمتحكمة في القرار الأمريكي، أي الدولة العميقة بمركباتها الصناعية والعسكرية، بلوبياتها، بصهاينتها، بجيوشها، بمخابراتها، اليوم تعرف أن منطقة الشرق الأوسط المهددة بانتشار النفوذ الصيني وبانتشار نفوذ قوى إقليمية كتركيا وإيران ثم قوى عالمية كروسيا. أمريكا الدولة العميقة وليس الشعب الأمريكي، هذه دخلت للمنطقة لحماية مصالحها وفي مقدمتها مصالحها البترولية. المسألة الثالثة، أمريكا أخطر من الصهيونية اليهودية. هنالك اليوم الصهيونية المسيحية. الصهيونية المسيحية هي التي تسير اليوم الصهيونية اليهودية والصهيونية العربية. هذه الصهيونية تؤمن بضرورة بناء النظام الصهيوني، ببناء إسرائيل من أجل أن يتحارب معها البرابرة. رجعوا الآن للصيحات ديال كل الأوروبيين الغربيين بالأخص المنتمين للكنيسة الإنجيلية، يستعملون كلمة البرابرة لأن هذا جزء مما هو موجود في كتبهم. كي يأتي المسيح فينتصر للصليب ويعود اليهود كلهم مسيحيين. هذا العمق بهذه الثلاث أبعاد تدخل لأمريكا اليوم. هي التي تقود الحرب، هي التي تدير الحرب، هي التي تسلح الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني ألعوبة، وجزء من اليهود واعون بهذا الأمر. لهذا هم يتظاهرون ضد قيام إسرائيل، لأنهم يعرفون ماذا نوايا الصهيونية الإنجيلية.
أيها الإخوة، اليوم كان منعطف، كانت أولى خطوات النصر، ولكن كم من نصر عسكري خسرناه سياسيا، خسرناه بالمفاوضات، خسرناه حينما رحنا لكي نقطف ثمار النصر، لكي نبقى منتصرين. على الشارع العربي والإسلامي أن يبقى حاضرا، أن يبقى متواجدا، أن يبقى ضاغطا، حتى هزة تقاوم الأنظمة تساوم، هزة تقاوم الأنظمة تساوم، هزة تقاوم الأنظمة تساوم، هزة تقاوم الأنظمة. علينا كشعوب أن نهب لمساعدة إخواننا، هم في حاجة إلى طعام، هم في حاجة إلى دواء. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.